قبيدات ديالي، صباح النور وصباح الخير وصباح التيسير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحتكم مزيان؟ نتمنى القبيدات تكونوا في ظروف جيده وصحه جديده وفي هذيك بصحه جيده وفي احوال جيده يا رب العالمين. الله يرزقنا ويرزقكم الصحه والسلامه يا رب العرش العظيم. وما اللي جات في الدنيا، كل اللي جات في الدنيا صمته وكدوز، الحمد لله والشكر لله، صمته وكدوز. قبيدة دابا انا دابا حدا الباب ديال المحكمه، محنت اليوم الجلسه ديال نادا، ونادا ولي معاها. قلت راه نصور معكم اخوتي هذا الفيديو، نهضر معكم شي شويه، نفوجوا على قلبنا ونتعاود انا وياكم، ومع ذلك نشرب واحد الكويز ديال اتاي ياك. ايوا خليكم معايا بعدا، خويت الكويز ديال اتاي اخوتي. دايرين مع صحيحتكم؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ شتا تعاودوا؟ والله العلي العظيم بعدا كنشكركم بزاف 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 على الكومنتار ديالكم، ديال الكومنتار ديال الفيديو اللي تحط البارح. واخا الكويدات سمحوا ليا، والاضمنه ديالي كتحط ليا الفيديو معطل، كتحطو معطل حتى سوقيله مع 11:30 ولا 12، حتى هي راه عندها مشاغل وعندها ما يدار، ماشي مشكل. دابا قلت لكم الكويدات ديالي اليوم الجلسه ديالنا هذا، الله يسمعنا خير يا رب العالمين، والله يسمعكم حتى نتوما خير اخوتي. وتنشكركم بزاف والله العلي العظيم. تيقول لي دعوه ديال الغائب مستجابه، الحمد لله والشكر لله على اي حال. كيكتبوا لي في كومونتير حريوده مصابغين نكونوا بحالك، مصاب يا ربي الحبيب يعطينا هذه القوه اللي عندك وهذه الطاقه الايجابيه اللي عندك. اكيد حبيبه ديالي الا ما عندكش طاقه ايجابيه وما عندكش القوه بحال الظروف هذه الصراحه كتحطم البنادم، والا حطماتو ما عندها باش تفيدو. بالنسبه لي انا الا حطمتني الظروف ديال بنتي هكا في السجن حطمتني، اذا ما غنجيبها غير في راسي، غنجيبها غير في راسي الصراحه. الا حطمتني الظروف ما غنقدرش نوقف مع بنتي، وما غنقدرش نمشي عند بنتي، وبزاف د الحوايج محيط صحاب السكر مهددين. انا جاي نقول لكم قبيدات بعدا اشنو درت البارح. ايوا مهددين صحاب السكر، تيقول لك الا طلع عليهم السكر وداك الشيء راه عندهم ينعسوا في السبيطار، وانا ماشي في الصالح ديالي باش ننعس في السبيطار وبنتي مشدوده. يعني الله يسر الله يسر، الله يكتب علينا مكاتب الخير يا رب العالمين. ايوا اخوتي كما قلت لكم اليوم الجلسه ان شاء الله باذن الله الله يدير لهم تاوي الخير يا رب العالمين. هذيك البلاصه الصراحه صعيبه، واخا بنادم طيش وصغر وبزاف د الحوايج، ولكن ما عندنا ما نديرو، قدر الله وما شاء فعل. وبنتي كما كتشهدوا عليها اخوتي، كما كتشهدوا عليها من نهار تزوجات، من نهار تزوجات بعدات راسها الاتساع وقرات راسها وشدات الطريق ديالها مع راجلها، داروا واحد المشيرع صغيور راه كانت دارته في انستغرام، كيبيعوا العبايات، كتجي كتصيفط ليها العبايات واحد السيده من الامارات وكتبيعهم هنا هنا في سميتها هذا في انستغرام. ايوا وداخله سوق راسها وغدا مع راجلها وجايين هي وراجلها، ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله. الناس الله يهديهم كيبقاو يحفروا 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 حتى كيطيحوا بنادم، ما تيخليوش الله يستر ما تيخليوش بنادم يتوب. بنادم فعلا غلط، ماشي ما غلطش، ماشي تنقول انا بنتي كانت مالك، بنتي غلطت، ولكن راه الصغر هذا راه حنا كنا كنكونوا صغار وكنا كنكونوا في سن المراهقه، اللي ما دوزش اللي ما دوزش الكثير دوز القليل. مستحيل يقول لي بنادم الا انا في المراهقه ديالي كنت مثبته ومحصنه وما درت وما درت وما درت، الا ما درتيش كبيده في الصغر ديالك المراهقه منين تشرفي غديري سن المراهقه، واش فهمتوا؟ ايوا دابا تنقولوا الله يكتب علينا مكاتب الخير يا ربي الحبيب، الله يكتب علينا مكاتب الخير. والناس البارح في الفيديو اللي حطيت قالوا لي شكرا حريوده محنت وضحتي شي بعض الامور على شي نماذج اللي نادو كيطلعوا في اللايفات وكيطلعوا في تيك توك وكيطلعوا في فيسبوك تيقولوا بان نادا ما ضربش العقد، بان نادا ما هذا. انا قلت لكم غتاكد الحكومه راه غتحطوا، واللي كيقول نادا ما ضربش العقد وكيقويو عليها الهضره وكيقويو عليها هذاك، اختي شتي داك منين تشوفي داك العقد ديالها خضري بيه دوك العينين عندك اللي منتوفين
سيري خضري بيا عويناتك. نادى حضين هذا نادى بعدا ما كتسالي من الراجل ما كتسالي طلق كتعاود تزوج كتسالي طلق كتعاود تزوج كيتك انت. انا مثلا عمامش تنقول انا كبيدات اللي تينوضو تيعيرو بنتي في اللايفات او تيقولو نادى سلقوطة دايره ما ضرباش العقد مع هذاك على اختي هذوك الحباب وديك العائله وداك الشيء كله. انا غنديرو لله في سبيل الله نخسرو حنا هذوك الفلوس كامله باش نجي نمثل عليكم انا. ايوا نديرو فيلم قصير تمثيل ونوضو نايضين سميتو المشاهده مره طالعه مره هابطه. وهي غاده اليوتيوب هو هذا قانون لعبه ديال اليوتيوب هو هذا مشاهده طالعه مشاهده هابطه مشاهده طالعه مشاهده هابطه وهي غاده. وشهر العيان كيرد عليه الشهر الزوين والشهر الزوين كيرد عليه الشهر العيان وهي غاده. هذه هذا هو لعبه ديال اليوتيوب راه ماشي زعما كل شهر بنادم راه تيتحبكم تيتخلص. هذيك غير هضره خاويه راه الكثير شويه ديال الكثير كيغلب الصغير وهي غاده راه ماشي كلشي. وقلت لكم الكبيدات ديالي البارح راه مشيت درت تحاليل ما بغيتش نصوروا لكم والله العظيم ما بغيتش نصور حيت انا واحد السيده كنموت على الطاقه ايجابيه وما تنبغيش انا نعطي لبنادم طاقه سلبيه. انا غاده الناس راه مهلوكه كلشي فيه السكر كلشي فيه الطونسيو كلشي فيه الملحه ما كاين علاش بنادم عاد تبقى تشحنيه مسكين بالطاقه السلبيه. واعطي لبنادم ايجابي مول الخير يدير الخير. ايوا مشيت اكوبيدات قلت لكم مشيت لهذا للتحاليل درت الخزان لقيت الكوبيدات مشحار اقسم لك يمينا. اصلا بيني وبينكم شهر 7 شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 كلها ضربتها بالتيخ وضربتها دلاح وضربتها دانونه وخوخ. ايوا البارح ملي مشيت نجيب النتيجه ما تصدمت فيها كاع اقسم بالله العظيم ما تصدمتش. علاش؟ حيت عارفه راسي درت وكون حارمه راسي ودايره الريجيم ولقى هذاك سميتو داك القياس ديال السكر كرة مشكله. ولكن انا مبرعه راسي واكله وضاربه البطيخ ودلاح حتى قعدت حتى قعدت. عاوني حنا مراه بنتي في شهر سو كاينه هذا ماشي عايشه رب العالمين امين يا رب العالمين. قلت لكم ايوا مشيت اخوتي درت التحاليل لقيت في الخزان 15. قالت لي تستغربت فيا ديك الامين يا رب العالمين. هذيك السيده استغربت فيا قالت لي كيفاش حريوده انت عندك 15 في الخزان وزعما تبارك الله وصلى النبي واقفه على رجلك ومريضنا ما عنده باس وهادي وهادي. قلت لك بيد انا واخا قلت لي 15 ما تاثرت من حتى حاجه. علاش؟ حيت انا عارفه راسي كليت وتبرعت دونك عرفت راسي غيكون عندي السكر. ها هو شهر 9 دابا غادي 10 دابا راه ما كاين لا سويهله لا دلاح لا بطيخ لا سيدي سكري. انا غنوض نجمع دابا مراودي ما بقاش ناكل كاع داك الشيء السكريات وخلاص اتاي السكر راه دقمنا بالمسوس. ايوا هذا الشيء اللي عطى الله. ايوا المهم اخوتي قلت لك هذاك الشيء علاش تنقول لكم خاص اي واحد يكون عنده كبيدات المشاكل ما يحملش اكثر من الطاقه ديالو صافي يحس براسو تشارجا صافي خوي. يتعاود مع الناس تيثق فيهم يجلس مع الناس تيثق فيهم يجلس في الطبيعه يجلس تحت الشجر. انا وليت انا بحال شي قريده كاع فين ما كان شي شجره تلقاني فيها تحت فيها نجلس نستنشق الهواء ونشرب كاس داتاي. ايوا الدماغ راه تيخدم شي شويه وكيوقف باش ما يبقاش باش ما ناديش راسي وما نكثرش على راسي ودائما كنامن بالقدر ديال الله سبحانه وتعالى وتنقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هذا الشيء باذن الله سبحانه وتعالى كيكتب علينا المكتوب نرضاو به. ماشي الصراحه حنا منين تنكونوا فرحانين او كنشدوا شي حاجه زوينه كنشريو شي حاجه زوينه كنشريو شي حاجه غاليه يعجبنا الحال ونفرحوا ومنين تجينا شي حاجه شي ضره تجينا نديرو زعما ما نرضاوش بحكم الله. حكم الله سبحانه وتعالى رضاه بالزوين والخايب وقد ما رضيتي بحكم الله تعالى في الخايب ربي تيجازيك وتيوقف معاك وتيسهل عليك. ايوا الكبيدات ديالي اجي نشرب معكم هاد الدقيقه بعدا. دابا الكبيدات ديالي ما بقى لينا والو ندخلو المحكمه ان شاء الله بعدا. دابا الكبيدات ديالي ما بقى لينا والو ندخلو المحكمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ايوا نتسناو شنو غايقولوا خليكم معايا في الفيديو الجاي كما قلت لكم غتسمعوا هذاك الشيء اللي قسم الله واللي قدر الله
واللي حكموا به واللي حكموا به على راسنا وعينينا ياك. حين المخزن دائما تنقولها ما كيتبلع على حد ما كيتعدى على حد. انا ماشي عاد توقع المشكل لبنتي عاد تنقولها. انا دائما تنقولها في الفيديوهات ديالي دائما تنقول ما تعدى على حد ما كيدق على حد. تنديروا الخطا كنمشيو كنترباو. هادشي اللي كاين. ايوا وخليكم الكبيدات ديالي في الفيديو الجاي من عند الفم ديال ايمان حاسي هي اللي غتقول لكم بنتها شحال باش تحكمات. باش بنادم بلا ما يكثر عليكم الهضره بلا ما يقول لكم لا واحد كاع عطاوها لا واحد كاع هذا حاسي ضربوا هذا رودري داكشي كله اخوتي غير كذوب ياك. وما تثقوا حتى بشي واحد اخوتي من غير من فم الام ديال ندى حاسي هي اللي غتجيب لكم الحقيقه ديالها ان شاء الله بجهد الله سبحانه وتعالى. وكنتمناو لبنتي الخير وللناس خير والله يسهل علينا وعليكم وعلى امه محمد. تحياتي لكم يا ارحم الراحمين. تلفت بغيت نقول لكم تحياتي لكم شكرا قلت لكم. المهم باي باي عليكم اخوتي. صالح مقع عليكم.